بكم في موجز لأهم الأنباء من A1 TV. أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس أن نسبة النجاح في الثانوية العامة لهذا العام بلغت 60%. وقال أبو قديس في مؤتمر صحفي إن نسبة النجاح للجامعات بلغت 46.2%، مشيرا إلى أنها الأعلى خلال السنوات الأربع الماضية. أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم تحصيل أموال أمانة عمان عبر قانون تحصيل الأموال العامة. ورفض المجلس استيفاء 50% من مجموع نفقات إنشاء الطرق والتي جاءت في مشروع قانون أمانة عمان والقاضية باستيفاء هذه النسبة من أصحاب الأملاك المحاذية لجوانب الطرق لغايات التعبيد وإنشاء الجدران الاستنادية. أخليت منازل في قرى عدة عند أطراف القدس بسبب اندلاع حريق ضخم في مناطق مشجرة، ويحاول عشرات من عناصر الإطفاء إخماد النيران بمؤازرة طائرات مكافحة الحرائق. وشاركت مروحيات تابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات إخماد الحريق. استولت حركة طالبان على أفغانستان مع انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد، فيما احتشد آلاف الأشخاص يائسين في مطار كابول لمحاولة الهروب وسط حالة من الفوضى العارمة. وتهافدت حشود إلى المطار نقطة الخروج الوحيدة من البلاد محاولين الفرار من النظام الجديد الذي تعهدت الحركة بإقامته إثر عودتها إلى الحكم بعد حرب استمرت 20 عاما. ومن أخبار الرياضة، حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على ضيفه ريال سوسيداد بأربعة أهداف لهدفين في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني. وبتلك النتيجة يحصد نادي برشلونة أول 3 نقاط له في بطولة الدوري الإسباني، بينما يبقى نادي ريال سوسيداد بدون أهداف بعد الهزيمة أمام برشلونة في أول جولة للفريق في الدوري الإسباني. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.